انتبهوا الآن، نكرر حتى نتمكن من العلم إن شاء الله. الآن علو قهر وعلو قدر وعلو ذات. طيب، عبر عن بجمل ممكن تحفظها سهل، تقول إيش؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على المخلوقات. علو الذات بذاته فوق كل المخلوقات وكل مخلوقات دونه، والصفات قدرها عالي أعلى من كل صفات المخلوقات، وهو قاهر لكل المخلوقات، ما في مخلوق إلا وهو تحت قهره جل وعلا. إذن علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر لكل المخلوقات، واضح؟ طيب، إيش يقول الشيخ؟ يقول علو القهر، حتى الأشعري يقول نعم الله قاهر جميع المخلوقات. يوافقك أو يخالفك؟ يخالفك أو يوافقك؟ يوافق. علو القدر، قدر ماذا؟ قدر الصفات، يعني صفات الله عالية القدر. يقال الذهب فوق الفضة، يعني صفته وقدره وقيمته فوق الفضة، واضح؟ الفضة أعلى من النحاس، يعني قيمة وفضلا أعلى، واضح؟ هذا معنى صفة أعلى من الصفات. الله كلها عالية القدر أعلى من صفات المخلوقين. عرفنا القهر، عرفنا الصفة القدر. طيب، وبعد علو الذات هو بذاته أين؟ فوق جميع المخلوقات. يقول الشيخ بأن العلو، علو القهر وعلو القدر، هذا مثل أشاعر يثبتونه. ما يأتي أشعري يقول الله عز وجل ليس بقاهر لجميع المخلوقات، لا، يقول أنا معك. ولا يقول إيش؟ صفات الله ليست قدرها أعلى من المخلوقات، لا، صفات الله أعلى في سمعه في بصره في حياته في قوته في قدرته، معك. لكن علو الذات إيش يقول الشيخ؟ خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الذات. إذن هنا أثبت علوا كاملا ولا ناقصا؟ ناقصا. أثبت علو القهر وعلو القدر، يعني قدر الصفات قدرها عالي، وأنكروا علو الذات، مع أن الله عز وجل له الكمال المطلق. بما أن الله قلنا الله هو العلي الأعلى، فلنصفه ونؤمن بأن له العلو المطلق. يعني شنو العلو المطلق؟ يعني كامل. فمن كمال علوه أن يكون عاليا بقهره وصفاته وذاته. لماذا ننقص العلو عن بعض معناه أو نقصه على بعض معناه؟ لا، بل نؤمن بالعلو المطلق الكامل، فنقول علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر لجميع المخلوقات. ماذا يفعل المبتدع؟ يلبس عليك، يقول أنا أؤمن بالعلو. وإيش الشخص اللي يؤمن بالعلو؟ علو ماذا؟ القهر على المخلوقات وعلو الصفات، وينكر علو الذات ويوهمك بأنه يثبت. وهذا ذكرته لكم، سمعت واحد هكذا يقول وقف لي واحد وقال لي أنت ما تقول الله في السمو، لأن الله عز وجل إيش؟ في السمو، يعني في العلو. علو ماذا؟ علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، واضح؟ فقال حكوا لك أنه ما أثبت السمو، صح؟ قال هذا صح، ظهرنا واحد شاب يعني طالب علم على قد حاله. قال أنا الحين أنا أحكي لك، نعم الله في السمو. حكوا لك أن أنا ما أقول، ها؟ أشعري، هذا أشعري مشهور. وماذا يقصد؟ يقصد أنه يثبت السمو والعلو والفوقية، بمعنى إيش؟ القهر والقدر، القهر للمخلوقات والقدر للصفات، وينكر ماذا؟ وينكر الذات، علو الذات. ما معنى علو الذات؟ يعني الله بذاته فوق المخلوقات وكل المخلوقات دونه. وهذا من أعظم مسائل الاعتقاد، ولولا
هذه المسألة عظيمة وعظيمة جدا، لما جاءت أدلتها إيش يا إخوان؟ متنوعة ومتكررة. متنوعة ها؟ الاستواء، العلو، السماء، ينزل، يعرج إليه، يصعد إليه، أنواع. ومتكررة، كم آية في الاستواء، وكم آية في إنزال الكتاب، وكم آية في السماء، وكم حديث. إذن هي أدلة ماذا؟ متنوعة. واحفظها الحركات، احفظ الحركات ها عشان تربط هذا بهذا. هي أدلة متنوعة متكررة. لو لم تكن هذه المسألة عظيمة وعظيمة جدا، علو الله عز وجل، لما نوع الله لها الأدلة وكررها. شيء عظيم. تجد المبتدع ما يقول يعني ايش يضيف الانسان لو علم بان الله فوق المخلوقات؟ يعني اذا علم ان الله فوق المخلوقات هذا يدخل الجنه ولا؟ طيب ان لم تقل ربنا جل وعلا فوق المخلوقات، اذا كيف امنت به؟ يعني ما هو الله عز وجل حينئذ اذا ليس فوق المخلوقات؟ يقول ايش؟ الله لا فوق العالم خلق يعني، ولا دونه، ولا فيه، ولا خارجه، ولا موازي له، ولا أمامه، ولا خلفه، ولا عن يمين المخلوقات، ولا عن شمال المخلوقات. إذا بهذا الكلام ليس كذا وليس كذا وليس كذا، جعل الله ماذا؟ معدوما. تقول إيش المشكلة إذا قلت الله؟ لا، المشكلة عظيمة. يعني هب أنك ما أدركت أهمية كون الله بذاته فوق مخلوقات. طيب لماذا ربنا جل وعلا ماذا ينوع الأدلة ويكررها؟ إذا ما استوعبت أن هذه مسألة عظيمة، لكن ارجع إلى رشدك. طيب لماذا يذكرها الله عز وجل في كتابه بأدلة متنوعة ومتكررة؟ لا، هذه عقيدة عظيمة، إيمان، يعني فيها إيمان وكفر. ولذلك يقال لأي إنسان ينكر علو الله الذات، علو بذاته، نقول له نسألك الآن أنت عن نفسك، أنت ها؟ ما أسألك عن أين الله، أسألك عن أنت أين. هل أنت فوق الله والله دونك، ولا أنت مساوي لله، ولا أنت دون الله والله فوقك؟ ها، هل سيأخذ هذا الشيء؟ ما في غير الاحتمالات، صح؟ هل يستطيع أحد يقول بأنه فوق الله والله دونه؟ صعب. هل يستطيع أحد يقول أنا مثل الله، مستوى الله عز وجل مساو له؟ لا، بقي يتعين جواب واحد لا مفر منه، ان يقوله عن نفسه، لا اكيد انا ايش؟ دون الله والله فوق. هذا هو المطلوب. ما دعيناك الا الى الايمان الصحيح الذي دلت عليه الادله المتنوعه والمتكرره. تمام؟ طيب، هذه ادله الكتاب والسنه، لأن علو الله عز ثبت بالكتاب والسنة. وأي نوع من أنواع السنة؟ بالقول والفعل والتقرير.